طيب دحين عبود تعال احنا وانا احسن الصدق يعني شهاده جامعه جده ولا جامعه الجيزه بدون هذه وهذه بدون مجامله بدون مجامله خلي المسمى تصميما وين افضل صراحه جامعه الجيزه خلي الشعار حتى الشعار يخص الجامعه يعني شوف تصميم الشهاده عشان فيها مثلا الكراميس هذه بكالوريوس فضي ماجستير ذهبي دكتوره دايموند تهانينا للباحث الزم الصمت الين يوجه لك السؤال بشكل صريح ثم جاوب عليه ويا هلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته رجعنا لكم من جديد بس اليوم رجعتنا مختلفه تماما الحمد لله على الكمال والحمد لله على التمام خلصت دراسه الماجستير واليوم جاي اقول لكم عن ابرز المواقف اللي واجهتني في مناقشه رساله الماجستير قبل كل شيء لازم نعرف انه المناقشه ما هي جلسه محاكمه والشيء هذا كنت انا اتوقعه من سنين وما قبل مناقشتي اتوقعه وانا داخل قاعه محاكمه لكن جلست مع دكتور ليا مسيه بالخير دكتور احمد جمعه قلت له كلمني عن المناقشه فيعني اعطاني نبذه طويله جدا فاهم السمات اللي قال خليها عندك اللي هي الهدوء وانه تضبط النفس وما تجاوب بسرعه بحيث انه يوجه لك السؤال بشكل صريح وتقدر تجاوب عليه على طول اكتر محدد مرتبط بالثلاث ابعاد دول كانوا ايه يعني انت عندك بعد الالتزام والتحكم والتحدي سوزان كوبازا هي اللي قررت في الصلبه النفسيه الثلاث ابعاد وانت لما استخدمت المقياس بتاعك جبت 7 محددات اكتر محدد ليه علاقه بالثلاث ابعاد ايه التحكم ممتاز ممتاز انا بسالك ليه عشان اطمئن ان انت فاهم القصه ماشيه ازاي ممتاز جميل يمكن من ابرز المواضيع اللي واجهتني وكانت صعبه لي وقت المناقشه هو عنواننا عنوان الرساله يعني اخذنا فيه انا ومشرفي عشان نختاره في نفس الوقت تحركنا وكملنا ما في الرساله وكان لي راي وكان له راي في الاخير اتفقنا على راي واحد وكملنا عليه اخر شيء في وقت المناقشه كان للاستاذ الدكتور عمرو بدران راي خاص في العنوان فطرحه قلنا له انه صعب نغيره في الوقت الحالي انما الاشياء اللي تكلمنا فيها كلها ترجع بعون الله للعنوان رأيي خطأ يحتمل الصواب ورأيك صواب يحتمل الخطأ انت شخصيا لو رجعت للعنوان يعني القوة الداخلية دي بتحركه بنسبة 50% فهل هذا المتغير ما يتحطش في العنوان معايا عبد الله معاك دكتور فايه رأيك لا دكتور احنا نستمر على اللي احنا فيه وهي الدافعية الداخلية للإنجاز مهمة جدا ونحن اشتغلنا عليها بحيث انه تثري على الرياضيين ممكن فاتتني ما اضفتها في العنوان مثلا انما الكلام كله يعني يتداول بحيث انه يخرج بصورة جميلة طيب كلامك منطقي اذا في امكانية تغير العنوان فهتضيف والدافعية الداخلية للإنجاز ابشر يمكن كان في حاجة مهمة جدا انه كيف تجلس قدام الكمبيوتر وتناقش عن بعد كانت المناقشة المفروض انها تكون حضوري في جامعة جدة لكن مع ظروف كورونا اصبحت عن بعد انما الحمد لله الله يسرها وسهلها ولكن قبل ما ابدأ في المناقشة كان في عدة نقاط مهما ذكرت نفسك فيها ولكن اذا ما كتبتها قدامك ما راح تضبطها اللي هو اول حاجة انه تعرف متى تتكلم تعرف متى تجاوب تعرف متى تسجل ملاحظاتك لانه طيلة وقت المناقشة والاساتذة اللي عندك كلهم بيدققون رسالتك من الجلد للجلد للأمانة يعني وملاحظاتهم ما توقف ففي ملاحظات بعين الاعتبار لازم تتغير وفي ملاحظات بعين الاعتبار لازم تحذف وفي ملاحظات تعقيبية إذا قدرت تطورها طورها ما قدرت خليها هم كذا الدكاترة يقولون يعني أو الأساتذة
يعني عينتك 98 اللي فيهم 53 لاعب و45 لاعبة، بينما الجدول هذا فيه 106 لاعب و90 لاعبة. إيش تفسير هذا الجدول؟ أول حاجة مرحبا دكتورة. ثاني حاجة، هذه الأعداد الأخيرة عندما احنا أنا اشتغلت على نفس العينة اللي هي كانت 53 لاعب و45 لاعبة، هذه الأعداد كلها بإحصائيات الأندية إنه كان عندكم لاعب منضم للمنتخب السعودي لألعاب القوة. يمكن أصعب حاجة واجهتني قبل مناقشة الماجستير التفكير السلبي، للأمانة كان قاتلني قتل، يعني صلاة على النبي كان قاتلني، إلين ما كلمت مشرفي وقال لي إهدى. أنا كنت أسأل إيش الأسئلة المتوقعة، إيش وإيش إيش بيسألون، إيش بيتكلمون. في الأخير يقول إنه كل بحث وآخر حتكون له أسئلة مختلفة، كل تخصص وآخر، كل كلية وأخرى، كل جامعة وأخرى سلتهم مختلفة. عموما وصل لفكرة إنه لا تتهور وتجاوب، لا تتهور وتقطع يعني كلام المناقش. فقال إلزم الصمت إلين يوجه لك السؤال بشكل صريح ثم أجاوب عليه. لكن في نقاط أو في أسئلة يعني ما أدري إيش أقول لكم، أنا في ساعتها عقلي وين راح. خلينا نشوف السؤال هذا وشوفوني أنا كيف كان وقتها. عندي ثلاث استجابات يا عبد الله. دكتور. وعندي 30 عبارة، اللي هي غالبا احيانا لا ابدا. يبقى الحد الادنى في الدرجه الترجيحيه لتصحيح المقياس كام؟ 30. بالضبط. واقصى درجه كام؟ 90. بالمناسبه موقعي وقت المناقشه كان قريب من المكيف، اضطريت اني اسكر المكيف. اللي صار انه عرقت اثناء المناقشه، اسئله صعبه، تحشير على مكيف طافي هتحلوها. وممكن افضل حاجه انا شفتها في المناقشه هو الحاجه طول بال المناقشين. ثاني حاجه انه كانت اسئلتهم تقويميه بشكل قوي جدا. ابدا المحكمه اللي كنت افكر فيها والله انها اختفت، يعني كانت المناقشه تقويم أكثر من إنها تقييم. ولله الحمد خلصت وأنجزت وسهلها الله. عموما أنت النسبة بتاعت العينة اللي أنت اخترتها من المجتمع الأصلي أنا أحترمك فيها، النسبة دي اللي هم 98 اللي هم شكلوا 56 و64% اللي أنت قربتها خلتها 65، يعني نسبة كويسة. وان انت اخترت اللاعبين زي اللاعبات، يعني العدد اللاعبون كانوا 53 واللاعبات 45. نيجي على الفصل الرابع. الفصل الرابع جداول يعني معموله بشكل يعني حد اشتغل معاك احصى بشكل احترافي، بس انا عايزك ايه تعيد ترتيبها حسب الاهداف والتساؤلات اللي انت هتعملها. انما لما يكون في مرجع تم طبعته للمرة التانية يبقى أكيد المؤلف لما عمل طبعة تانية أكيد نقح وعدل وجاب حاجة جديدة. أسامة كامل راتب 2000، تدريب المهارات النفسية تطبيقات المجال الرياض، القاهرة، دار الفكر العربي. أسامة كامل راتب 2001، المهارات النفسية تطبيقات المجال الرياضي، القاهرة، دار الفكر العربي. هذه كلها على كلامك أنه منقحة يبقى أنا المفروض كنت أستخدم المرجع رقم كام؟ آخرهم. برافو عليك، هو ده اللي أنا عايز أوصل ليه. فالله يرحمك يا دكتور علاوي، يعني والله يعني سبت المكتبة العربية الخير الكثير. يعني في النهاية أنا بأشكرك على مجهودك المتميز، وبشكر الدكتور عبد العاطي هو وصل، يعني أهلا بيه طبعا. وبحيي الدكتور أبو بكر والمدرسة اللي متبنيها بصراحة، يعني مدرسة رائعة. وأنا بحبك في الله دكتور أبو بكر، وسعيد إن أنا بتواجد معاكم في مناقشاتكم الجميلة وفي شهر كريم. وبشكرك يا عزيزي عبد الله
اديتنا الفرصه ان احنا يعني نتعرف على بعضنا يعني البعض. وكان في تعقيب للدكتوره هاجر الجيلاني النوالي، كان تعقيب للامانه جدا جميل وجدا رائع، وانا ما ركزت فيه لا انا ولا المشرف، انما الحمد لله يسر الله وتسهل. يعني ال 196 هذم ايش؟ سوري يعني عدد اللاعبين اللي منضمين للمنتخب السعودي من كل نادي، كم اسمائهم مرفوعه للمنتخب السعودي وقاعدين يمارسون اللعبه، سواء يتمرنون في النادي او يتمرنون مع اداره المنتخب. بالنسبة للأدوات الإحصاء والتحليل الإحصائي بيصدق أنه فعلا ممتاز جدا للباحث، وواضح أنه يعني الأدوات الإحصائية اللي استعملها أدوات ممتازة وتمت بطريقة احترافية. هذا هو في الأخير، أشكر الباحث للأمانة، أعجبت كثيرا بطريقة تحليل الإحصائي كما سبق وأشر زميل سعادة البروف عمر، أنه واضح أنه من اشتغل معه أو شغله يعني وحده من تلقاء نفسه في الجانب الإحصائي هو تم الشغل عليه بطريقة احترافية. شكرا للجميع وبوفق الجميع، شكرا لكم. شكرا يا دكتورة هاجر، الله يجزيك خير. في البداية عندي ملاحظات لازم أقولها. في الحقيقة الباحث عبد الله الحمراني هو من الدفعة القديمة، وتأخر قليلا نظرا لظروفه، هو ظروف عائلية خاصة، هذا على جنب. الحاجة الثانية اللي حب أشير لها، لم يكن من الممكن أن يرى هذا العمل النور وأن تناقش هذه الرسالة اليوم بالذات دون المجهودات الجبارة التي قام بها كل المشرف الثاني والدكتور أحمد عواد جمعة، وخاصة رئيس القسم الدكتور عبد الرحمن الحازمي، والوكلاء وسعادة عميد كلية علوم الرياضة اللي هم دائما وراء تسريع العملية. كذلك نشكر أيضا فضل سعادة وكيل التربية الدكتور ماجد، لأنه لولا حرصهم جميعا ما كان ممكن نصل في هذا الفترة الوجيزة إلى المناقشة. نستأذنكم فقط دقيقتين أو ثلاثة، أختلي شوي بلجنة المناقشة وأعود لكم، يعني خليكم أنتم، نحن راح نطلع وأنتم أصحاب البيت. السلام عليكم ورحمة الله. إذا نعود لتلاوة إن شئتم تقرير لجنة المناقشة والحكم على الرسالة. إذن بعد المناقشة المستفيضة والتي استفدنا منها من المناقش الخارجي سعادة الأستاذ الدكتور عمرو بدران، الدكتورة هاجر النوالي، نقرأ على ما سمعكم تقرير لجنة المناقشة كما تقتضي العادة والحكم على الرسالة. اسم الطالب عبد الله علي مهدي حمراني، الرقم الجامعي 17001، الدرجة ماجستير، الكلية هي التربية، القسم العلمي التربية البدنية، التخصص دقيق التربية البدنية المعدلة. عنوان الرسالة: الصلابة العقلية وعلاقتها بتقدير الذات للاعبي ألعاب القوى من ذوي الاحتياجات الخاصة. تاريخ المناقشة 28/4/2021، الموافق 16 رمضان 1442، من الساعة 1 ظهرا إلى الساعة 3. ثالثا، توصية اللجنة حسب المادة واللائحة: قبول الرسالة والتوصية بمنح الدرجة. رابعا، لجنة المناقشة والحكم: أبو بكر إبراهيم عبد الكريم مقرضا ومشرفا، الأستاذ الدكتور عمرو حسن بدران عضوا مناقشا خارجيا، الدكتور هاجر الجيلاني النوالي عضوا مناقشا داخليا. إذا نهنئ تهانينا للباحث، تهانينا لأعضاء لجنة المناقشة، وشكرا لهم على صبرهم معنا، وشكرا لأن أخذنا من وقتهم في شهر رمضان، جعله الله إن شاء الله مباركا وصياما مقبولا وقياما مقبولا. ونحب نتوجه إلى الباحث، إذا يحب يقول كلمة يتفضل قبل أن نغلق الجلسة. أولا لا يسعني إلا أن أشكرك أنت أولا، ثم أشكر الدكتور أحمد جمعة عواد، أشكركم
سعادة الأستاذ الدكتور عمرو بدران، سعادة الدكتورة هاجر جيلاني. استفدت كثير جدا اليوم، وكمان أشكر العميد وأشكر الوكيل وأشكر رئيس القسم، ما قصرتم معايا طوال إعداد الرسالة وإرسال المعاملات ومتابعة المعاملات. يعني للأمانة الشكر ما يوفيكم حقكم جدا. دكتور أبو بكر، دكتور أحمد جمعة، كنتم لي مصباح ضياء. الحمد لله نورتون كثير، شكرا 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 لكم. والشكر موصول لجامعة جدة وكلية التربية ثم كلية علوم الرياضة لكل فرد فيها على ما قدمتونه لي طوال الثلاث سنوات الماضية. يمكن ما يسعني الوقت أشكركم يا دكتور، والعبارات تتلافى، فكل ود لكم وكل محبة ومعزة لكم. شكرا شكرا. المهم اليوم أنا جيت عشان أوريكم شهادة الماجستير، ولكن قبل الكلام هذا أوريكم شهادة البكالوريوس من جامعة جيزان. يعني كان عندهم للأمانة تغليف جميل، جامعة جيزان كل الشكر. جامعة جدة أرسلوا لي مظروف، اللي في بطنه أقوى من اللي فيه، يعني اللي برا أرسلوا لي مظروف. وكلنا فيها زميلنا عبد الرحمن الجهني، وما شاء الله تحرك للجامعة واستلم الشهادة الجامعية، شهادة الماجستير طبعا، والسجل الأكاديمي. فخلونا أول حاجة نوريكم بشهادة البكالوريوس. هذه شهادة البكالوريوس. طيب والآن نفتح شهادة الماجستير، يعني راح نفتحها سوا. الصدق أنا مستلمها تقريبا لي أسبوع وما قد فتحتها إلى الآن، قلت أصور وبعدين أفتحها، يعني لها تقريبا قرابة أسبوع. فخلونا نفتح ونشوف الشهادة. زي دي يمكن أنتم تشوفونها قبلي، أنا ميخذ نبذة عنها بحكم أن زملائي عندهم شهايد، اللهم الأرقام اللي بتتغير فيها. يلا نقول بسم الله نشوف إيش اللي جاي في مظروف جامعة جدة. طبعا هذه شهادة الماجستير من جامعة جدة، كلية التربية، تخصص التربية المدنية، التخصص الدقيق التربية المدنية المعدلة. الحمد لله وجابها الله، وكمان جاء معاها سجل الأكاديمي، ومشكورين كل الشكر من السنين الأخيرة يوم أنكم تطبعون لنا نسخ طبق الأصل وتختموها من غير ما نجيكم ونطلب منكم صور طبق الأصل. فشكرا لكل الأشخاص القائمين على هذه المشاريع في جامعة جدة. للأمانة يعني ممكن من لا يشكر الله لا يشكر الناس، فيظل أنه أنا لازم أذكر ناس، وإن لم أذكر أسماءهم يظل واجب علي. وبهذه المناسبة أنا أحب أوجه تحية، يعني تحية ثقيلة لجامعة جدة ولكلية التربية ولكلية علوم الرياضة، وأشكر الدكتور ماجد وأشكر الدكتور عبد الرحمن وأشكر مشرفيني اللي هم دكتور أبو بكر بن عبد الكريم، دكتور أحمد جمعة، وكمان تحية مقدمة للسادة المناقشين كانوا دكتور عمرو بدران من جامعة الملك فيصل في الأحساء، والدكتورة هاجر الجيلاني من جامعة جدة. فالأمانة كانت المناقشة ممتعة، ولكن يعني حرارة الجو مع حرارة الأسئلة عملت كوارث. أنا أوريكم قصاصة فيديو على آخر المناقشة وشوفوا. يمكن ما نحب نطول عليكم في هذا الفيديو، في آخر حاجة أحب أشكر كل اللي وقفوا معايا، سواء كانوا في الجامعة من رؤساء أقسام، من دكاترة، من موظفين. يعني ما عمري زعلت أو تضايقت وأنا أتحرك في جامعة جدة وفي إحدى كلياتها، هذه كلمة حق. الآن الشهادة وربنا جابها، يعني الرابط ما بينه وبين الجامعة يعتبر الآن يعني ما في. حلو، فالآن أقولها ككلمة حق، شكراً لكل الأشخاص اللي واجههم هذا الوجه أو جاهم هذا الاسم في جامعة جدة. للأمانة ما قصروا ولا أخروا عنا أي حاجة، أي فائدة كانوا قدموها لنا،
أي حاجة جميلة كانوا يعطونا إياها قبل أنفسهم. فشكرا لكل الأشخاص القائمين في جامعة جدة، فهذه بكالوريوس وهذه ماجستير، وإن شاء الله نحن نجيب اللي بعدهم بعد توفيق الله، إن شاء الله نحن نجيبها. عموما نبغى نكمل معاكم في سلسلة فيديوهات جميلة، نبغى نطلع بحر، نبغى نطلع جبال، نبغى نطلع أودية، كمان نبغى ننزل أسواق. عندنا أفكار كثيرة غير الفن الشعبي، عندنا أفكار كثيرة. أتمنى إنكم تذكرون لنا أفكار في التعليقات. إذا تبغون نصور حاجة أو فكرة معينة أعطونا، لأنه اللي جاي إن شاء الله هيكون حراق. مع السلامة.